حكم صفاحة النساء. الرسول صلى الله عليه وسلم قال إني لا أصافح النساء، والرسول عائشة تقول والله ما مست يد رسول الله يد امرأة قط. وفي الأثر مرة مرفوعا عن عقل ابن يسار عن رسول الله، ومرة موقوفا على معقل ابن يسار من قول لن يطعن أحدكم بمخط من حديد في رأسه خير له من أن يمس امرأة لا تحل له.